اليوم في مهرجان ليوا للرطب في دورته 19. اليوم 11، اليوم بالمشاركات طال عمرك الفرض العين. كانت في الأمس مشاركات من فرض الدار ليوا، مشاركات متميزة ما شاء الله، الأعداد ممتازة. واليوم مشاركات هالعين ما شاء الله تقريبا فوق 30 مشاركة. الفرض بالنسبة إنتاجه يكون متميز في العين وفي ظفرة. مقاييس المعايير ياخذ ما شاء الله تبارك الرحمن أفضل المقاييس والمعايير في كلتا المناطق. اليوم بنتكلم باختصاص عن الفرض ومشاركة الفرض سواء كانت أمس واليوم. مقاييس المعايير المتخذة في اللجنة طال عمرك المنظمة على هذا المهرجان، القائمة على هذا المهرجان، هو الخلو من الإصابة والنظافة الرطب والتماثل في الرطب بشكل عام في المخرافة والوزن في جميع المتأهلين عندنا في هذه المسابقة، وهذه المقاييس والمعايير الموجودة والحجم من أهم المعايير. هذه تاخذ طال عمرك 70% من المخرافة المشارك في هذا الشوط ب 70% بتقييمها 70% لجان التحكيم القائمين عليها. اما زيارة المزارع لها 30% طال عمرك تتكون من نظافة المزرعة، خلو المزرعة من الإصابات، الاهتمام بالمصايد الفرمونية والمصايد الضوئية لدى المزارع، خلوها ونظافتها والأحواض وشبكة الري ونظام شبكة الري المعتمدة في المزارع بشكل عام سواء أوتوماتيك ولا مانيوال، لكن تكون بالأنظمة الحديثة المتميزة. وننصح المزارعين أن تكون بالأنظمة الحديثة المتميزة لكل المزارعين لكي يكون له إنتاج وافر ومتميز في هذه الأصناف بشكل عام. وهذه 30% تأخذها في المزرعة على كامل وجه، لكل مزارع تقييمه على 30% لهذه المزرعة بالنقاط المتخذة والأساليب الزراعية الجيدة الجديدة، وأهم شيء الوقاية والرش المبكر لدى النخيل بشكل عام. جناحنا اليوم في مهرجان ليوا للرطب يتعدد المنتجات اللي هي نواتج النخيل، من كل ما يطلع من النخلة إعادة تهيئها وتنظيفها وتعديلها للاستدامة والحياة للإنسان، بخصوص أن نحولها لطاقة مستفادة للإنسان والحياة، من كراسي نحولها ومن طاولات زائد الأرقولات اللي هي المظلات والهذا. وفي عندنا بعد سووا نظام اللي هو الأثاث المنزلي، زين، فيستفاد منها وإعادة تدويرها، شغل بسيط يعني، بس أهم شيء أن نحن نختار جودة من نواتج النخيل اللي موجودة في الواحات، لأن دائما الواحات النخيل نواتجها مميزة عن باقي النخيل الخارجية. جناحنا اليوم شغل يدوي وكله يستخدم بالأيدي، والشد والتعديل كامل بالأيدي، بس نستخدم الآلات الحادة العادية لأنها بس لتهيئته للاستدامة.